طبعا قبل لا أبتدأ بشعري أستذكر هذه الأبيات أو القصيدة، ليقول لكل هم من الهموم سعة، والمسي والصبح لا فلاح معه، ما بال من سره مصابك لو يملك شيئا من أمره وزعه، أذود عن حوضه فيدفعني، يا قوم من عاذري من الخدعة، حتى إذا منجلت عمايته وأقبل يلحى وغيه فجعة، قد يجمع المال غير آكله ويأكل المال غير من جمعه، فاقبل من الدهر ما أتاك به، من قر عينا بعيشه نفعه، وأصل حبال البعيد إن وصل الحبل، وأقص القريب إن قطعه، ولا تعادي الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه. إذا نظرنا بهذه المحتوى هذه الأبيات والوصايا يدل شيء أكيد، يدل على التزام العرب، والله سبحانه وتعالى يقول والله أعلم حيث يجعل رسالته. الله الله الله، عندما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجزيرة العربية وتحديدا في العرب، علم سابق عند الله سبحانه وتعالى بأن هذه الأمة كفيلة ولحمل الأمانة، الأمانة الدينية، والله سبحانه وتعالى أوصى بالقرآن كثير، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدين المعاملة والكريم حبيب الله، هذا مستهل حديثي. أحسنت. وأما المشاركة بقصيدة أسميتها الوعي من الشعر النبطي، حلو، قلتها على منصات التواصل واللقاءات في التلفزيونية، ولكن نعيدها بهذا البرنامج المبارك. أحسنت. برنامج تراحيب، بارك الله، وقناة سامر الفضائية الجميلة، بارك الله بي. هذه القناة المواكبة وبرنامجها تراحيب مواكب للأحداث العشائرية. أحسنت. ويقيمون الحلقات في المضايف، مضايف أهنة، سواء كان عند زوبع أو الخزرج أو شمر أو أجبور، كافة عشائرنا الكرام. أحسنت. فنقول البارحة بين الوعي واللاوعي، البارحة بين الوعي واللاوعي، ثارا هواجيس القصيد مجمعة، أدون بخفاقي وصمن مسمعي، أصوات شنن عواصف مفزعة، ماني على الدنيا بغاية ومطمعي، غير الشعر ما عاد في راسي سعة، نظم تحدر غيث أروى مربعي، نصح ولا منتي على من يسمعه، أحذر حاذر غفلة في مرتعي، للموت سكرات نهاية مفجعة، والأمر ربك امتثل يا اللوذعي، إياك أن تشرك حدا ثاني معه، إن التقى في القلب يا من تدعي، لا تلبس الدين ابتغاء المنفعة، اسمع كلام الحق واسعى له سعي، ما خاب كل من شاف حقه يتبعه، والوالدينك مسكنا بل أضلعي، بالك تصيبك في رضاهم مجزعة، أكرم الضيف وجود مثل الهيلعي، دان العرب بالطيب أصله منبعه، واليا عدو جمع الفوارس فزعي، اليمناك ضرب المرهة فأت الموجعة، واحشم الجار وللحما كف الرعي، من أحكم أعنان المخافة تمنعه، وارمي غرور النفس بالمستنقعي، عند الله شانه للتواضع يرفعه، وارمي غرور النفس بالمستنقعي، عند الله شانه للتواضع يرفعه، عوف الكبر إن اللي يالي خدعي، عوف الكبر إن اللي يالي خدعي، كم من عظيم بالمهاوي تصرعه، ما دامت الدنيا الملوك التبعي، ما دامت الدنيا الملوك التبعي، ضاع وضاع بالخزائن مودعة، إلا أحشي بالرأس ما فاد النعي، من يا ترازه والشباب يرجعه، وانبان في وجهك خطوط الأدمع، يا حسرة العمر الخلا في مضيعة، هذه وصيتي علها تحشر معي، يوم القيامة والقلوب مصدعة، ثم الصلاة دوما على المشفعي، ثم الصلاة دوما على المشفعي، والآل والصحب الكرام الأربعة، وسلامتكم سلامة السامعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.